تأتينا من جنوب روسيا وتحديدا من داغستان، من مطار مخاشكلا عاصمة داغستان، هذه الجمهورية الروسية الواقعة في جنوب روسيا. هذه طائرة حطت في مطار مخاشكلا في داغستان آتية من تل أبيب من إسرائيل. ماذا حدث عندما حطت هذه الطائرة؟ تدفق عدد كبير من أهالي جمهورية داغستان إلى المطار لتفتيش هذه الطائرة والبحث عن مواطنين إسرائيليين يهود في هذه الطائرة. هناك حملة شعبية كبيرة مناصرة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورأينا مشاهد تكررت ليس فقط في داغستان ولكن في أقاليم روسية أخرى في الجنوب، حيث هناك الأغلبية المسلمة تعيش، أغلبية روسية في شمال القوقاز تعيش هناك وتتضامن مع القضية الفلسطينية وتندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. هذا المشهد إذن من مطار مخاشكلا وهي عاصمة داغستان، لمواطنين عاديين استطاعوا أن يدخلوا إلى المطار ويفتشوا الطائرة بحثا عن وجود يهود أو مواطنين إسرائيليين في هذه الطائرة الآتية من إسرائيل. لا أدري إن كان مراسلنا في موسكو جاهز أم لا. طيب أذهب إلى موسكو مع زميل يوسف بكار. يوسف، إذن هذه هي المشاهد التي أتتنا من داغستان، وكنا أيضا شاهدنا أو تابعنا مشاهد أخرى لحشد من المواطنين في داغستان في مدينة خسافيورت تحديدا أمام فندق في المدينة في وسط المدينة، أيضا بعد أن انتشرت إشاعة أن هناك مواطنين من إسرائيل في هذا الفندق. كيف تتفاعل قضية الاعتداء والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ كيف تتفاعل في روسيا بشكل عام وفي الجنوب حيث الأغلبية مسلمة بشكل خاص؟ عمرو، ما حدث بالضبط حسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية الروسية مباشرة بعد هبوط طائرة قادمة من مطار تل أبيب إلى جمهورية داغستان بالضبط في مطار مخاشكلا، اقتحم عدد من الشبان المطار وتوجهوا مباشرة إلى هذه الطائرة للبحث على مواطنين يتبعون لإسرائيل، ربما في حركة تعكس الغضب الشعبي لسكان جمهورية داغستان وتضامنهم مع سكان قطاع غزة، خاصة وأن أغلبية سكان جمهورية داغستان هم من المسلمين، وحسب الكثير من التقارير التي تصدر من جمهورية داغستان عبر المدنيون في هذه المنطقة عن تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين ومع قطاع غزة ضد الجرائم التي توصف من طرفهم بجرائم الإبادة المرتكبة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما حدث بالضبط هو اقتحام مجموعة من الشبان حسب ما شاهدنا في الصور المتداولة، اقتحموا مطار قلعة وقاموا بتفتيش هذه الطائرة القادمة من مطار تل أبيب في محاولة منهم للبحث عن مواطنين إسرائيليين. وزارة الداخلية الروسية مباشرة بعد هذه الحادثة أكدت بأن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق مطار مخاشكلا وقامت بتحذير الشبان التي وصفتهم في بيان لها بالمشاغبين، بتحذيرهم من مغبة المساس بركاب هذه الطائرة. ربما هذه الحادثة عمر تعكس الغضب الشعبي للجمهوريات الإسلامية في روسيا الاتحادية، خاصة ما تعلق بجمهورية داغستان، لا سيما
وأن الطائرة حسب التقارير الأمنية توجهت من مطار تل أبيب مباشرة إلى مطار محج قلعة. في الأيام الأخيرة الكثير من الغضب الشعبي في الجمهوريات الإسلامية هنا في روسيا، خاصة ما تعلق بجمهورية الشيشان وجمهورية داغستان، الكثير من الاحتجاجات الشعبية غير المرخصة من طرف الداخلية الروسية عكست استياء المواطنين والمسلمين هنا في روسيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في غزة. الزميل يوسف بيجار من موسكو، شكرا جزيلا لك.